مرحبا متابعين قناتنا، اليوم جئناكم في فيديو جديد 10 حقائق ومعلومات عن محمد الجواني. ويلا نبلش. المعلومة الأولى عن محمد الجواني، الاسم محمد الجواني هو شاب يحمل الجنسية السورية من مواليد 1997 من مدينة حلب، كان مقيم في تركيا ثم ذهب إلى ألمانيا ثم انتقل إلى تركيا مرة أخرى بسبب الأوضاع في سوريا. اشتهر في بدايته في الفيسبوك واليوناو قبل أن يدخل عالم اليوتيوب. المعلومة الثانية عن القناة، محتوى قناة محمد الجواني يختلف من أغاني، مقالب، استكشات وغيرها. افتتح قناته على اليوتيوب الشهير في 5/3/2016 ومن ثم استمر في تنزيل الفيديوهات إلى يومنا هذا، ونشر في القناة 163 فيديو بعدد 130 مليون مشاهدة. المعلومة الثالثة حلمه، من صغر محمد الجواني يحلم أن يصبح مشهور وأن يكون ممثلا ناجحا. بسبب الظروف السيئة في سوريا وعدم إمكانية دراسته هذا المجال، قرر أن يدخل في عالم السوشيال ميديا ويقدم محتوى ترفيهي على اليوتيوب، وجمع جمهور على المنصة لينطلق به بعدها لحلمه بدعم من الجمهور الكبير. رابعا تركيا، عاش جواني قبل ألمانيا بمدة 4 سنوات في تركيا، وكانت من أبشع الأيام التي مر بها، لذلك قرر أن يسافر إلى ألمانيا ويعيش فيها بشكل منفرد وليعتمد على نفسه وليكمل دراسته. خامسا، لماذا عاد إلى تركيا؟ عندما غادر جواني إلى تركيا بقى أهله هنا، وعندما رجع إلى تركيا من أجل افتتاح شركته رأى أهله وقرر أن يبقى هنا ويبقى سندا لأبيه بدل العودة إلى ألمانيا. المعلومة السادسة الكفي، مثل ما قلنا جواني قام بفتح شركة في تركيا، ولكن كذلك افتتح مقهى وقام بمشاركة الأمر على صفحته في الفيسبوك مع عنوان المكان. المعلومة السابعة، علاقته بمايا الجمال، دائما ما يخلط المشاهدين بعلاقة الاثنين، حيث أنه الكثير يظن بأنهم على علاقة ورغم بالتكرارهم بأنهم فقط فريق واحد وأصدقاء مقربين، إلى أنه يمكن تفاهم سوء بعض المتابعين بعلاقتهم، ويصوران مع بعضهم الفيديوهات من مقالب واستكشات وتحديات. وإذا حابين نعمل عن مايا الجمال اكتبوا في التعليقات. المعلومة الثامنة، قنوات الاحتياطية، قام محمد الجواني بفتح قنوات احتياطية كثيرة ومعظمها قام بإعطائها لأشخاص مختلفين لدعمهم وإعطائهم لجمهور ليبدأوا طريقهم إلى اليوتيوب. القناة الاحتياط جواني فلوب وفيها 150 ألف مشترك. المعلومة التاسعة، نمو القناة بعدد 3 مليون مشترك و 999 ألف مشترك. يقوم برفع فيديوهات من فترة إلى أخرى على القناة تقريبا كل أسبوع فيديو، وتسجل القناة 350 ألف مشترك يوميا و 100 ألف شهريا بمعدل مشاهدات ما يقارب 280 ألف بشكل يومي ويتجاوز 8 مليون بشكل شهري. عاشرا الدخل الشهري، الربح الشهري للقناة يتراوح بين 2200 دولار و 34 ألف دولار شهريا. وفي نهاية الفيديو لا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.